أجواء الفن مع معرض جديد للأرتست باسكال مسعود بهالريبورت. معرض إينر سيلفي ونحن بإكزود جاليري إكزود نزلة العكاوي. أنا عم بحكي بمعرضي عن السيلفي لأنه نحن صرنا معودين بعصرنا ناخد هالصورة السيلفي دايما نحمل الكاميرا ونصور حالنا من برا، بس البرا هيدا اللي عم نحضره نحن دايما وعم نحضر له تنتصور، يعني الصورة المزيفة، الصورة الحلوة دايما اللي ما في بشاعة ما في شيء أبدا. أنا عم بدعي العالم يقلبوا هالواقع ويصيروا يصوروا الإينر سيلفي. الإينر سيلفي هو الداخل الأعماق تبع الإنسان، يعني يصوروا حالهم من الأعماق، يكسروا هالأقفال كلها اللي عندهم إياها ليقدروا يوصلوا للعمق. العمق كتير كتير في أغوار وكتير في صعوبات ليقدروا يلاقوا، منا هينة أبدا، رح يلاقوا حواجز وعقبات بس آخر شي بيوصلوا وبتنحل القضايا كلها اللي عندهم إياها. يمكن كل واحد منا عنده أشياء جوا أوبستكلز وأخبار وعوائق وهيك ما عم تخليه يتصرف برياحة، وهي الشيء بس نصير نعرفه شو في عنا بالداخل نقدر نحل مشاكلنا قوام. أنا مستعملة كل المواد الطبيعية والاصطناعية اللي فيك تشوفيها بالحياة، يعني كل ما لقي شغلة بتوحي على اللي بالداخل أو على الفكرة اللي أنا بدي نفذها استعمله. مثل عنا الليف اللي بتزرعيها بالأرض وبترجعي كلهم القدامى اللي استعملوها كمان تيتحمموا فيها. هيدا عملته تودي تحية لكل مين حط لي عقبة بحياتي لأنه عطاني حافز قوي تكفي تكون أقوى وحقق كل أمنياتي اللي بدي إياها. في عنا هون روزز، شو بيعنوا لي الورود؟ أنا بيعنوا لي شيء فيهم حياة وفيهم حركة، يعني مش بس روزز ناشفين، بحس فيهم مظبوط. والألياف اللي هن الليف اللي قلت لك عنها هون ماي وورلد، هيدا عالمي الخاص، هيدا عالمي كله. العمل التصوير الذاتي اللي صار بهالطريقة من العين، نحن شو عم نشوف حوالينا وشو عم بيتخزن بدماغ بعدين شو منحس نحن، أحاسيسنا عم تشتغل تترجع تفبرك هالشي بين الدماغ والأحاسيس ودقات القلب والانفعالات وكيف بينفعل الإنسان. كل إنسان عنده انفعالات معينة.